حبيبي اهلا وسهلا بكم في قناتي واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الكروشيه ، النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فستان كروشيه بس مش اي فستان فستان ممكن يبقي سواريه هنتعلم آه مع بعض ازاي نعمله للكبار ازاي نعمله للصغيرين طريقته سهله جدا جدا هسيب لحضرتك الباترون عشان آه تبقى ماشيه معايا خطوه بخطوه آه الفستان رقيق جدا جدا ومش مش شرط انه عشان يبقى سواريه آه يبقى فيه بقى المزات وترترات وحاجات زي كده لا البساطه عنواننا فالفستان بس الفستان بياخد خيط يعني الفستان اللي على حضرتكم شايفينه دلوقتي ده خد معايا شلة ونص الشلة 100 جرام يعني خد 150 جرام وانا عاملة مقاس صغير على اساس ان حضراتكم تتعلموا الطريقة ما يبقاش المقاس لفرد معين او لشخص معين لا هو ممكن ينفع لكل المقاسات وانا زي ما قلت لحضراتكم شرحها بالتفصيل ازاي نغير المقاسات للاعمار المختلفه اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم واتمنى ينول رضاكم وشكرا ليكم كلكم على دعمكم لقناتي اللي كل يوم بتزيد بيكم وانا بزداد شرف بيكم يلا بينا بسرعه نشوف الفيديو اتعمل ازاي او الفستان اتعمل ازاي حبايبي ده باترون الفستان اللي عايزين ننفذه مع بعض النهاردة الفستان دوت بيختلف عن كل البلوزات والفساتين اللي احنا عملناها قبل كده طب ايه وجه الاختلاف؟ وجه الاختلاف انه الديكولتي بتاعه واسع يعني الاتساع بتاع الرقبة واسع جداً وده موديل صغير جدا جدا ستة تبقى مختلفة فأنا عايزة أوري لحضراتكم في الفيديو بتاع النهاردة إزاي أطوع موديل زي ده أو باترون موجود قدامي عموما إزاي أعمله لبنوتة صغيرة وإزاي أعمله لسيدة كبيره ازاي اعمله لوحده رفيعه وازاي اعمله لوحده جسمها مليان فده ما فيهوش اي مشكله هوريك النهارده الطريقه والطريقه دي هتخلي حضرتك اي موديل لفستان او بلوزه تقدري تنفذيه على الفور بالرغم ان المقاسات بتاعه الباترون ما تبقاش هي مقاساتك خالص طبعا هنا زي ما احنا شايفين اتساع الرقبه زي ما قلت الديكولتيه بتاعها واسع شويه الباترون مسطح قدامي مش مجسم الباترون مسطح وفي تلات أجزاء قدامي اهو الجزء ده ده نص الكتف الأولاني وده نص الكتف الثاني ده مش بتاع ده ده نصه في الخلف وده كمان نصه في الخلف والأمام وزي الأمام في الظهر إذا أنا عندي أربع أجزاء للفستان عندي كم الثاني وظهر وأمام وخلف طيب تعالوا نعد عدد الغرز كده وازاي اطوع الموديل دوت لموديل حد كبير او حد صغير هعد الغرز هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ست غرز لنص الكتف الاولاني ستة وستة اتناشر يبقى فيه اتناشر للكتف الاولاني وفي 12 للكتف الثاني ولو عديت هنا هلاقي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و10 غرز للصدر و10 غرز آه للظهر الملاحظه الاولى اللي انا لاحظتها لا هي دي هتبقى الملاحظه الثانيه لان الملاحظه الاولى ان الديكولتيه واسع طب ايه الملاحظه الثانيه الملاحظه الثانيه انه انا مديه او الباترون مدي للاكمام عدد غرز اكتر من الصدر والظهر يعني هنا 6 و6 12 وهنا دي 10 يبقى الكم واخد 12 غرزه والامام واخد 10 فاهمين حضراتكم الفكره يعني هنا بدي عدد وده ما بيحصلش معايا كتير انا دايما الكم في تقسيماتي في البلوزات او في اي حد بيعمل بلوزات او او فساتين بيبقى النسبه اللي بديها او عدد الغرز اللي بديها للاكمام بتبقى اقل طبيعي جدا من عدد الغرز بتاعه الصدر والظهر فانا عندي 12 غرزه للكم وعندي 10 غرز للظهر او للامام طيب انا دلوقتي عايزه اخلي الموديل ده اقدر اعمله لاي عمر ول... ولاي مقاس ولاي جسم مليان او نحيف او ما الى ذلك يعني فهاجي اعمل ايه هقول طريقه سهله جدا جدا تقدري تعملي بيها اي فستان واي موديل طالما الباترون موجود قدام حضرتك بص حبايبي بقى هنبقى الطريقة ازاي والطريقة دي تعتمديها عند حضرتك اي موديل تقدري تتصرفي فيه وتعمليه لحد كبير او حد صغير احنا عدينا عدد غرز نص الكم كان 12 كان 6 احنا عدينا عدد الغرز في نص الكم كان 6 يبقى الكم كله ورا وقدام يبقى اتناشر، والأمام لوحده كان عشرة والخلف لوحده كان عشر فأنا هاخد كم واحد أعمله نسبة بينه وبين الأمام يبقى اتناشر غرزة لعشر غرز دي نسبة، طب هقسم على الإتنين أسهل على نفسي يبقى ستة لخمسة، وبعدين أجمع الستة زائد خمسة اللي هي آخر نسبة بقى وصلتلها، ستة وخمسة حداشر، طيب فرجي ان انا افترضت ان العدد الكلي لاتساع الرقبه او اتساع دوران الرقبه 66 غرزه ده فرض ده مش حضرتك لازم تعمليه لنفسك او لبنتك لا حضرتك هتقيسي على الشخص اللي هتعملي وتشوفي المقاس بعد ما تعدي الغرز كلها وتقيسيها فانا فرضا ان طلع معايا 66 بس لازم رقم يقبل على مجموع النسب اللي انا خدتها هقسم ال 66 غرزه على 11 اللي هي ال 11 دي هيطلع ستة هضرب الستة في أول نسبة دي ستة في ستة بستة وتلاتين الستة وتلاتين دول اللي من الاتنين يبقى الكم الواحد كام ستة وتلاتين على الاتنين فيها التمنتاشر الكم الواحد هياخد مني تمنتاشر غرزة طيب عايزة اجيب الظهر او ال او الصدر يعني يبقى ستة في النسبة بتاعت الامام خمسة ستة في خمسة بتلاتين تلاتين دي للاتنين عدد الغرز للاتنين الصدر والظهر يبقى ستة في خمسة بتلاتين طيب هل عدد الغرز الكلي لو جمعت التلاتين بتاعت الظهر والصدر زائد الستة وتلاتين بتاعت الكمين يطلع الستة وستين اللي هو العدد الكلي اللي أنا بديه اه ستة وتلاتين وتلاتين ستة وستين طب أقسمهم ازاي؟ هقسمهم زي ما شرحنا هنا الكم الاولاني هياخد 18 اللي هم 9 ورا و9 قدام الكم الاولاني 18 الامام هياخد 15 الكم الثاني هياخد 18 الخلف هياخد 15 فاهمين معايا حضراتكم طب تعالوا نشوفه مع الموديل بتاع الباترون بتاع الموديل بصوا بقى انا هنا هقسمهم ازاي اصبح الكم ده قدام هياخد في الحته دي هياخد تسعه لانه تسعه وتسعه من ورا تمنتاشر الكم كله تمنتاشر هنا تمنتاشر وهنا تمنتاشر بس تسعه من قدام وتسعه من ورا وهنا برده تسعه من قدام وتسعه من ورا الظهر والصدر تلاتين يبقى الحته دي بتاعت الامام بس بيبقى خمستاشر والظهر من ورا بخمستاشر يبقى هنا التقسيمه على المسطح اللي قدامي على الشكل المسطح مش المجسم على الشكل المسطح هيبقى كام؟ تسعه خمستاشر تسعه ومن ورا الناحيه التانيه تسعه خمستاشر تسعه طب كله هيبقى ايه؟ تمنتاشر خمستاشر تمنتاشر وفي الظهر خمستاشر سهله؟ اعملي بقى اي موديل يقابلك بالطريقه دي احسبي النسبه بين الكم وبين الظهر او الامام واعملي بنفس الطريقه دي حضرتك تاخدي سكرين شوت وتكبري عشان تفضل معاكي واكتبي عليها طريقه معرفة المقياس لأي باترون فستان لأي سن حضرتك بقى ممكن تعملي عشر مقاسات مختلفة فهماني حضرتك وهنبتدى نشتغل أنا هشتغل بخيط هيمالايا أنتي بيلينج وده خيط إكليريك خيط بيريحني قوي في الشغل هبتدي ستة وستين غرزة سلسلة في البداية بعمل العقدة بتاعت البداية مش محسوبة معايا وبعدين هبتدي اشتغل ستة وستين غرزة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عملت سلسلة طولها ستة وستين غرزة همسكها على عدلتها كده خد بالي ما تلفش مني عشان هبتدي اقفل في الغرزة رقم واحد في الفتلة اللي تحت كده وبعدين اعمل غرزه منزلقه عشان اقفل السلسله ويبقى ده بالنسبه لي اتساع الايه الرقبه طبعا ده زي ما بقول لحضراتكم ده نموذج للتعليم هبتدي السطر الاول هبتدي ارتفع ثلاثه سلسله يمثلوا اول عمود وبعدين على عدله السلسله هدخل في اول سلسله واعمل عمود بس هسلت فتله واحده الاول وبعدين فتلتين وبعدين فتلتين العمود اللي بعده باخد في الفتله اللي تحت من الغرزه عشان ما تبقاش الغرزه مفتحه بصوا فين في الفتله اللي تحت دي كده وأسحب الخيط وبعدين أسدت غرزة واحدة الأول وبعدين غرزتين وبعدين غرزتين وهكذا هشتغل في كل الغرز بالطريقة دي أدخل في الفتلة اللي تحت وأسحب الخيط واللي بعدها وهشتغل الستة وستين عمود بنفس الطريقة دي هيطلع معايا في الآخر ستة وستين عمود هخلص السطر كله كله اعمده بنفس الطريقه اللي وريتها لحضراتكم الطريقه دي هيبقى ده خلصت السطر رقم واحد السطر الاولاني وهقفل في تالت سلسله انا كنت عاملاها ويبقى السطر الاولاني كده انتهيت منه وعملت كله اعمده طب الماركر بقى انا حطاه ازاي اول ماركر حطيته بعد 18 غرزة يعني عند الغرزة 18 وده اللي هو تقسيم الكم الأول وبعدين 15 غرزة للأمام وبعدين 18 غرزة للكم الثاني وبعدين 15 غرزة للخلف فاهمين التقسيمة يبقى كده لو أنا عملتها بقى كده هيبقى التقسيمة بالظبط كده، ده الكم الأولاني، وده الكم التاني، وده الأمام، وده الخلف، زي ما حضراتكم شايفين السطر الأول ما فيهوش أي زيادة، وهنبتدي السطر التاني هشتغل السطر التاني كله أعمدة بنفس الطريقة بس. بعد ما بخلص الغرز بتاعه الكم الاولاني بزود سلسله اهي وفي الغرزه اول غرزه ببتدي بيها الامام بعمل غرزتين في غرزه واحده انا بشرحها لكم على الباترون وبعدين هعملها قدامكم يبقى بشتغل غرزه سلسله واحده بوسع بيها الجزء ده وبعدين بعمل غرزتين في غرزه واحده هنا بعد ما بخلص غرز الامام اخر غرزة بعمل فيها غرزتين اتنين في واحدة وبعدين غرزة سلسلة واكمل في الخلف بنفس الطريقة من الناحيتين هبتدي السطر رقم اتنين هرتفع ثلاثة سلسلة وفوق كل غرزة هعمل غرزة عمود الغرزة رقم اتنين بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها الغرزة رقم ثلاثة أربعة وهكمل التمنتاشر غرزة بنفس الطريقة دي لغاية ما ابتدي عند اجي عند الصدر اشتغلت كده تمنتاشر عمود فوق التمنتاشر عمود وبعدين هعمل واحدة سلسلة وفي الغرزة الأولى بقى من الصدر أنا كده خلاص هشيل الماركر وأشتغل في الغرزة اللي بعدها غرزتين في الغرزة دي واحد اتنين وبعدين أشتغل لغاية الماركر اللي هما الخمستاشر غرزة فوق كل غرزة عمود عملت هنا في بداية الصدر أو الأمام غرزتين في غرزة واحدة، وبعدين عملت خمستاشر غرزة، وبعدين آخر غرزة هعمل فيها غرزتين زي ما ابتديت بالظبط عشان كده هشيل الماركر، وغرزتين في نفس المكان وبعدين اعمل واحدة سلسلة وبعدين اشتغل 18 غرزة للكم التاني اعد 18 غرزة وانا عداهم بالماركر حط العلامة وهكمل عملت كده 18 غرزة عمود للكم التاني هشيل الماركر خلاص وبعدين هعمل واحدة سلسلة وأدخل في الغرزة اللي بعدها وأعمل غرزتين في غرزة واحدة عشان أعمل الظهر وأكمل بقى أعمل خمستاشر غرزة بعد ما عملت الغرزتين والواحدة سلسلة لغاية ما أروح للماركر الثاني اللي بعده اشتغلت بقي هنا اللي هو الظهر عملت هنا غرزة السلسلة في أوله وبعدين اتنين في واحدة وبعدين عد اتنين أربعة ستة تمانية عشرة اتناشر عشر كان في اتنين في الأول يبقوا خمستاشر وبعدين في غرزة الماركر آخر غرزة أعمل اتنين يبقوا سبعتاشر لأن كأني برمي للصدر والظهر هعمل هنا غرزتين وبعدين اعمل واحده سلسله واشبك في السلسله رقم ثلاثه عشان اقفل السطر طيب نشوفهم تاني ده الكم الاولاني الكم الاولاني من اول غرزه لغاية آخر غرزة عملت 18 غرزة وبعدين من الاتنين في واحدة دول لغاية الاتنين في واحدة الأخرانيين مفروض يبقوا 17 هما كانوا 15 ولما زودت واحدة من الناحية دي وواحدة من الناحية دي يبقوا بقوا سبعة 17 في الأول أنا ابتديت بغرزة سلسلة وبعد ما خلصت انتهيت بغرزة سلسلة الكم التاني من هنا لهنا 18 غرزة عمود وبعدين عملت غرزة سلسلة ودخلت بعد الكم التاني في الظهر والظهر هنا هيبقى 17 لأن مزودة واحدة من الاول وواحدة من الاخر هنا سلسلة في الاول وهنا سلسلة في الاخر الشكل هيبقى ازاي؟ الشكل هيبقى غرز السلسلة كأنها هي الاركان ادي الركنة الاولانية وادي الركنه الثانيه هيبقى الشكل عامل كده اللي هي التدويره اللي احنا شفناها كده اهو طبعا لسه هتبان اكتر لما هشتغل الاسطر اللي بعد كده انا كده خلصت السطرين دول السطر التالت هشتغل فوق كل عمود عمود فوق السلسله هعمل سلسله والغرزتين اللي أنا كنت اشتغلتهم في غرزة واحدة هشتغل فوق الغرزة الأولى عمود وفوق الغرزة التانية عمود، كله هشتغله بنفس الطريقة مفيش غير في الركنة اللي هي فوق غرزة السلسلة هشتغل غرزة سلسلة وباقي السطر هيبقى كله أعمدة فوق الأعمدة، فأنا هبتدي كده السطر التالت هرتفع ثلاثة سلسلة وفوق كل غرزة عمود هعمل عمود بنفس طريقه العمود اللي احنا بنشتغلها من الاول لغايه ما اوصل للسلسله اللي انا كنت عاملاها الطريقه دي كده وصلت لمكان الفراغ اللي هو السلسله وجنبه في الغرزتين اللي كنت عاملاهم في غرزه واحده فانا هعمل هنا سلسله وفوق كل غرزه برضو هعمل غرزه وهشتغل بنفس الطريقة لغاية ما أروح للناحية التانية اللي هي دي، فوق كل غرزة من الاتنين دول هعمل غرزة واحدة بس فوق السلسلة هعمل سلسلة وأكمل السطر كله، خلصت كده السطر رقم تلاتة عملنا تلات أسطر واحد اتنين تلاتة، السطر الرابع هرتفع ثلاثة سلسلة يمثلوا أول عمود بعدين أدخل في العمود اللي بعده على طول في الغرزة اللي بعدها وأعمل عمود كل غرزة هتقابلنى هعمل عمود لغاية ما أروح للفراغ ونشوف هنعمل فيه إيه وصلت كده للفراغ الأول فهعمل إيه في الفراغ الأول؟ هدخل في الفراغ وأعمل غرزة عمود وغرزة سلسلة وغرزة عمود في نفس المكان عملية توسيع للكمين وللصدر والظهر بالطريقة دي وهشتغل عادي لغاية الفراغ التاني منساش ان في هنا غرزة ما تعديش عليه كل الأربع فراغات هعمل فيهم بالطريقة دي هعمل فيهم غرزة عمود وسلسلة وغرزة عمود وبعد كده هنبتدي بقى نعمل تقسيمة نحدد بقى فين الكمين وفين الصدر والظهر آخر السطر في فراغ هدخل فيه وبرضو أعمل عمود وسلسلة وعمود عشان يبقى كل السطر ماشي زي بعضه وبعدين هقفل في تالت سلسلة، في أول عمود ابتديته، بعد ما قفلت السطر وخلصته، دلوقتي أنا بعمل فستان للتعليم بس، يعني محدش هيلبسه، يعني مش مقاس معين، طب حضرتك لو بتعمليه لأي حد، لحضرتك أو لحد صغير يبقى لازم نقيس المسافة من هنا لهنا اللي هي بتحدد طول الصدر لغاية ما أوصل لحردة الباط فهفضل أشتغل بنفس الطريقة دي كل سطر هعمله عمود فوق العمود واجي للزاوية دي واعمل عمود وسلسلة وعمود في نفس الفراغ عشان أوسع المنطقة اللي هي بتاعة الصدر وكمان أحصل على اتساع دوران الدراع انا هعتبر ان الطول عندي من هنا لهنا خلاص هو ده المناسب وان دوران الصدر من هنا لهنا ده نص دوران الصدر خلاص انا وصلت له فاهم حضرتك عشان بفهم حضرتك انه ده موديل ينفع لكل الاعمار ولكل الاوزان كل المقاسات فانا يلزمني هنا مقاسين المقاس الاولاني من هنا لهنا اللي هو طول الصدر لغايه حد الباط ونلاحظ ان ده دي نازل مش عند الرقبه يعني ده انا باخده من عند اول الصدر كده طيب الحاجة التانية لازم دوران الصدر ورا وقدام الحتة دي تبقى على قد دوران الصدر البنوتة اللي بعمل لها الفستان، كمان حاجة تانية إنه دوران الدراع من هنا يبقى برضو مظبوط، يبقى أنا عندي طول الصدر، عندي دوران الصدر وعندي دوران الدراع، فهماني حضرتك؟ فاهمة أنا عايزة أقول إيه؟ يبقى أنا بحب لما بشرح موديل خلاص مش هو ده الموديل اللي كلنا هنعمل زيه لا احنا نعمل الموديل لكن بمقاسات مختلفة مقاس ينفع لحضرتك انا اعمل مقاس ينفعني حد تاني ينفع مقاس لبنوتة صغيرة لحد كبير يبقى لازم كلنا نبقى نعرف نطوع الموديل او نخلي الموديل ينفع لأي سن ما جنب الموديل واخاف اقول ده هي عاملاه لسن 3 سنين او 5 سنين لا مش هينفعني انا لا هينفع ان شاء الله فانا هبتدي دلوقتي خلاص حطيت التقسيمات هنا الكمين وهنا الصدر والظهر فانا هبتدي انا باديه من بعد الماركر فلما هرجع هرجع للماركر فهاجي هعمل ايه هشتغل برضو بنفس الطريقه هرتفع ثلاثه سلسله واشتغل أعمدة لغاية ما آجي للماركر هنا يعني هفضل أشتغل أعمدة في كل الجزء ده فوق كل عمود عمود لغاية ما أوصل للماركر وصلت كده للفراغ بتاع الماركر هدخل في الفراغ وأعمل اتنين عمود طب ليه هعمل اتنين عمود هيرمي لي وسع على الصدر وعلى الظهر وعلى الكمين فادي العمود الاولاني وآدي العمود التاني، وبعدين أروح للماركر التاني اللي هو ده، وأبتدي أعمل في الفراغ اللي هو الماركر التاني برضو عمودين، عرفتوا بقى فكرة الزيادة يبقى أنا بزود من تحت الباط، وبيرمي كمان على الصدر والظهر، هيبقى. يبقى كأني في المنطقة دي بصوا وسعت وسعت هنا طب نفترض ان انا عايزه أوسع اكتر ممكن اعمل هنا سلسلة او سلسلتين يدوني وسع برده من تحت الباط ، كل حاجة وانا بشرحها بقولها لحضرتك ازاي تتصرفي لو في حاجة وقفت قدامك ، لقيتي ان المكان ده دا هيبقى ضيق شوية لأ بعد ما عملت هنا غرزتين وهنا غرزتين في الماركر الثاني لا ممكن اعمل اتنين سلسله ممكن اعمل ثلاثه سلسله والسطر اللي بعده اشتغل عليها ثلاثه عمود فاهماني حضرتك يبقى التوسيع هيبقى من تحت الباط من هنا التوسيع ده هيرمي على الكمين اللي هم دول وهيرمي هيرمي على الكم يعني ده وهيرمي على الصدر والظهر وبعد كده هشتغل لغاية ما أوصل الماركر التاني هشتغل عادي خالص فوق كل غرزة عمود هشتغل عمود وصلت للماركر الثاني هدخل بعد ما عملت الغرزة الأخيرة هعمل اثنين عمود وبعدين في الناحية الثانية هعمل بردو هنا اثنين عمود ويبقى حددت الكم التاني وهقفل بعد ما اعمل الغرزة اللي كانت موجودة هنا واقفل في تالت سلسلة وكده نبقى خلصنا السطر رقم خمسة بصي بقى اتحدد ازاي بقى هنا الصدر والظهر وهنا الكمين تساع الكم زي ما حضرتك عايزة زي ما اتفقنا وباين هنا الديكولتي الواسع بالطريقة دي طيب الفستان هنا في الموديل الوسط ساقط الوسط هيبقى ساقط هنا شوية فأنا هشتغل عدد من الأسطر بدون زيادة عشان اوصل للمنطقه دي دي حضرتك بتحدديها برضو على اللي بتعملي الموديل او بتعملي الفستان هتشوفي من تحت الكم لغايه اللي هو من عند الباط لغايه منطقه الوسط المنطقه دي في في, في النص بالظبط لان بعد كده هن هنشوف هنزود ازاي عشان اعمل الوسط الساقط ده فأنا هشتغل كام سطر هنا عشان يوصلني لطول الوسط اللي هو الجزء ده من تحت البطل الوسط للبنوتة اللي أنا بعمل لها الموديل، فإحنا هنا هنشتغل بنفس الطريقة عدد أسطر عادي خالص بنفس الغرزة لغاية ما أوصل لطول الوسط، ملحوظة تانية حابة أقولها لحضرتك. لما بتعملي الموديل ده لبنوتة صغيرة يعني مش بيبقى عندها بطن منتفخه شويه او اجناب او كده فبتمشي الجزء ده من غير اي زيادات طب نفترض حضرتك بتعمليه لسيده والسيده دي عندها بطن منتفخه شويه فمش معقوله هنعمل عليها الموديل يعني مزنوق قوي على بطنها فبنيجي نعمل ايه وانا بشتغل الجزء ده بعمل زياده في الاعمده بحيث ان الزياده تبقى متناسقه يعني ما ينفعش ازود على جنبه. جنب والجنب تاني لا ما ينفعش ازود هنا في النص و... ومره على الجنب لا هاخد الزياده اقسمها على عدد الغرز ده بالتساوي يعني يا اما ازود كل غرزتين ازود كل ثلاثة ازود كل اربعه على حسب الاتساع اللي حضرتك عايزاه في المنطقه بتاعه البطن اللي هي منطقه الوسط يعني فانا بالنسبه لي عشان ده موديل مش مش محدش هيلبسه يعني فانا همشي الجزء ده من غير زيادات لكن حضرتك لو هتعمليه لحد كبير وزي ما قلت لحضرتك محتاج انه يبقى مبحبح من منطقه البطن فانا هزود بس اعمده في الجزء ده وممكن على فكره ما اعملش الموديل باعمده ممكن اعمله باي غرزه تحبيها حضرتك نوعي افهمي حضرتك الطريقة وحطي لمساتك مفيش مشكلة ما هيش حاجة يعني منزلة لازم زي ما انا قلت حضرتك تعملي انا بفهم حضرتك طرق كتيرة وازاي تتصرفي يعني بنعمل الموديل بتصرف حبايبي كده انا خلصت الطول اللي انا عايزاه من تحت الباط لغاية الوسط وده مش بيبقى الوسط بالظبط بيبقى نازل شوية عن الوسط لأن أصلا الفستان بوسط ساقط تعالوا نشوف أنا ليه حطيت الماركر هنا بعد ما خلصت الجزء ده لو بصينا هنا على الباترون هنلاقي الجزء ده جاي تحت الوسط هو ده اللي بيعمل لي اللي هو الفيست او الوسط الساقط هتبصوا حضراتكم تلاقوا هنا الأطراف الجزء ده قصير وبعدين ابتدى في الجزء التاني ده يعلى شوية يطول شوية اللي بعده ابتدى يطول شوية وهكذا لغاية المنطقة اللي في النص اللي فيها الثلاث خطوط دول هم أعلى حاجة وده اللي بيخلي الجزء ده مش جاي دغري ولكن جاي بدوران بالطريقة دي ده اللي أنا هعمله طيب هعمله إزاي؟ عشان كده انا قسمت الجزء ده جزء في الطرف وجزء في الطرف الثاني وجزء في النص واللي عملته الناحيه دي عملته الناحيه الثانيه او الخلف فانا عندي لما جيت اعد لقيت ان كل العدد بتاع الغرز ده 48 غرزه يبقى في 24 في الامام وفي 24 في الخلف قسمت ال 24 12 و 12 وورا برضو ال 24 12 و 12 فانا هوزع ال 12 ديت هوزعها على اربع مرات بحيث كل مرة اعلى درجة بالعمود اطوله شوية فده اللي انا هعمله دلوقتي هعمل ايه طبعا اللي هعمله في النص ده هعمله في النص التاني اول حاجة هرتفع سلسلة واحدة سلسله واحده هعمل فيها في نفس الغرزه دي عمود آه غرزه حشو عشان تبقى قصيره بعد ما عملت غرزه حشو هعمل واحده سلسله والغرزه التانية غرزه حشو وبعدين سلسله الثالثه غرزه حشو وبعدين سلسله يبقى عملت ثلاث غرز حشو بين كل غرزه والتانيه غرزه سلسله وبعدين هعمل ثلاث غرز نص عمود وبين كل غرزه وغرزه هيبقى فيه غرزه سلسله دي اول واحده غرزه سلسله وبعدين اللي بعدها غرزه نص عمود وغرزه سلسله رقم تلاته غرزه نص عمود وسلسله يبقى انا بعمل سلسلة بين كل غرزة والتانية وابتديت بتلاتة حشو وبعدين تلاتة نص عمود، بعد كده هعمل تلاتة عمود، دي أول واحدة بنفس طريقة العمود اللي أنا شغالة بيه، وأعمل غرزة سلسلة، اللي بعدها غرزة عمود دي رقم اتنين، وغرزة سلسلة، ورقم تلاتة غرزة نص عمود. وسلسلة بصوا بقى هنا ماشية ازاي بالطريقة دي وبعدين في الغرز اللي باقية هبتدي اعمل عمود بلفتين كده واحد اتنين طبعا هعمل سلسلة الاول منساش السلسلة اللي انا هعملها الغرزة دي بعمل عمود بلفتين ويبقى كده انا عملت عمودين فشوفوا الجزء ده طالع ازاي كل الجزء اللي انا عملته ده هعمله هنا وزي ما ابتديت وجيت هنا هبتدي من هنا واجي على الاخر فهبتدي اعمل غرزه سلسله واجي على الغرزه اللي بعدها واعمل عمود بلفتين غرزه سلسله واعمل عمود تاني بلفتين زي اللي فاتت بالضبط وبعدين اعمل سلسله وبعدين هعمل عمود بلفه هعمل ثلاث غرز واحد طبعا فيه سلسله في ال... بين كل غرزه والثانيه اتنين ثلاثه وغرزه سلسله بس وابتدت تنزل ازاي يعني يبقى فيه بوزه بس هنا كده أو بدوران شوية كده، عملت كده ثلاثة عمود طبعا بعمل سلسلة وبعدين هعمل ثلاثة نص عمود، واحد وبعمل سلسلة وبعدين اثنين وسلسلة ثلاثة وسلسلة، وبعدين هعمل التلاتة اللي باقيين غرزة حشو، واحد وسلسلة اتنين وسلسلة تلاتة وسلسلة، ويبقى أنا كده خلصت النص الأمامي أو النص اللي, اللي ورا أيًا كان، شوفوا بقى عاملة ازاي، بصوا بالطريقة دي بصوا عملت ازاي، شوفوا الشكل بقى ازاي. سهله جدا جدا وبعدين هرجع اعيد نفس الشيء ده في الجزء اللي في الظهر هعمل اللي في الظهر كمان بنفس الطريقه دي حبايبي وده شكلها بعد ما خلصت شوفوا واخده التدويره دي ازاي يعني لما تنزل بقى عليها الجيبه تبقى تحتها كده الجيبه بتاعه الفستان او الجزء السفلي للفستان بصوا شكلها هيبقى جميل ازاي وعملناها من ورا ومن قدام بنفس الطريقه من ورا ومن قدام وده شكلها في الباترون بنفس الطريقه دي هنبتدي بقى نعمل الجيبه وزي ما حضراتكم شايفين الجيبه بتنتهي بوسع جامد من تحت فانا هبتدي هنا السطر الاول خدوا بالكم حضراتكم ان انا عندي هنا فراغات اللي هي السلسله اللي انا كنت عاملاها بين كل عمود والتاني ففراغ منهم هعمل اتنين عمود اتنين سلسله اتنين عمود في نفس الفراغ الفراغ اللي بعده هنقل على طول من غير سلاسل تاني ولا حاجة وأعمل عمود زي العمود اللي احنا بنعمله يبقى فراغ بعمل اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود والفراغ اللي بعده بعمل واحد عمود وبمشي السطر كله بنفس الطريقة دي وده اللي انا هشوفه هنا دلوقتي ولازم يبقى كده عندي عدد الفراغات يكون عدد زوجي عشان ما يتفضليش فراغ ابقى مش عارفة اعمل فيه ايه فانا هدخل في اول فراغ واعمل غرزه منزلقه كاني مشيت ليه وبعدين بعمل ثلاثه سلسله يمثلوا الفراغ الاولاني في عمود وبعدين هدخل في الفراغ اللي بعده واعمل عمود والعمود الثاني في نفس المكان وبعدين اثنين سلسله وبعدين عمودين في نفس الفراغ، كأني بعمل صدفة بالظبط، من اتنين عمود واتنين سلسلة واتنين عمود، يبقى أنا الفراغ الأولاني عملت فيه عمود اللي هو التلاتة سلسلة لأنه كان في البداية، والفراغ التاني كان في صدفة عبارة عن اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود، الفراغ اللي بعده على طول هعمل عمود. الفراغ اللي بعده صدفة، اتنين عمود، اتنين سلسلة، اتنين عمود، في نفس المكان، ده هيديني وسع للجيبة غير الزيادات اللي أنا هعملها طول ما أنا ماشية بطوّل الجيبة، هيبقى ده الشكل، شوفوا بقى هتنزل بوسع ازاي. صدفه وبعدها عمود وصدفه وبعدها عمود وهكذا واخلص داير ما يدور الجيبه كلها بنفس الطريقه دي حبايبي ده بعد ما عملت الفستونات او الصدفه السطر بتاع الصدفه الشكل طبعا باين ان هو ابتدى يوسع وبعدين هنبتدي نشوف مع بعض الزياده هعملها كل سطر ازاي في السطر الثاني طبعا أنا هنا، أوريكم بس أنا قفلت إزاي، أنا كنت بادية بعمود عبارة عن ثلاثة سلسلة، وانتهيت هنا بصدفة، دي تكملة الصدفة، والصدفة كانت عبارة عن اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود. مفروض بعد الصدفة بيبقى فيه عمود، العمود اللي هو ثلاثة سلسلة، فهاجي في السلسلة رقم ثلاثة، وأبتدي أقفل بمنزلقة. طيب، أنا دلوقتي الثابت عندي مش هغير فيه حاجة خالص اللي هي الصدفة، هتفضل على طول اثنين عمود، اثنين سلسلة، اثنين عمود، فيهاش أي تغيير. التغيير هيبقى في العمود اللي بين الصدفتين. العمود في أول سطر كان عمود واحد. السطر التاني هزود يبقوا عمودين، السطر التالت هزود يبقوا ثلاثة السطر الرابع هزود يبقوا أربعة، وهكذا. تعالوا نشوفها على الباترون كده، بصوا الصدفة هنا، الصدفة زي ما هي ما فيهاش أي تغيير، أمال إيه اللي بيتغير؟ اللي بيتغير هو عدد الأعمدة اللي ما بين كل صدفتين. أول سطر كانت عمود تاني مرة اثنين، تاني مرة ثلاثة، اللي بعدها أربعة أربعة وبعدين خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداش يعني أنا هشتغل لغاية ما تبقى حداش في حاجة برضو ملحوظة عشان ناخد بالنا منها إنه العمود الأولاني والعمود الأخير ما بعملش الزيادة عليهم بعمل الزيادة دايما على العمود اللي في النص العمود اللي في النص ما عدا اول سطر تاني سطر هيبقى طبعا الزيادة لان ما فيش في النص ولا حاجة فهتبقى الزيادة على العمود وخلاص فدايما الزيادة هتبقى في النص وخلي دايما الطرفين ثابتين بالطريقة دي تعالوا نشوف مع بعض كده همشي لغاية الفراغ بغرزة منزلقة وصلت للفراغ فمفروض في الفراغ هعمل اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود اللي هي الصدفة اول عمود بيبقى تلاتة سلسلة تاني عمود وبعدين اتنين سلسلة وبعدين في نفس المكان اتنين عمود بعد كده هتنقل للعمود اللي لوحده ده، شايفين الصدفة أخرها فين؟ الصدفة كانت عبارة عن اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود اللي هي دي، فأنا هروح للعمود اللي لوحده ده وأشتغل فوقه اتنين عمود، وبعدين الصدفة في الفراغ بتاعها هشتغل صدفة جديدة. اتنين عمود، اتنين سلسلة، اتنين عمود، وبعدين أسيب الصدفة العمودين اللي فيها اهم، ده العمودين الأولانيين ودول الأخرانيين هسيبهم وأروح للعمود الفرداني اللي لوحده ده أدخل فيه وأعمل فوقه اتنين عمود اللي هي الزيادة، بعمل تزايد كل سطر، وهكمل السطر كله بنفس الطريقة دي، هيبقى الشكل كده، حبايبي وكده خلصنا الجزء السفلي من الفستان. فاضل الحلية بس اللي هنعملها في الديل وزي ما حضراتكم شايفين انه الشكل رقيق ولسه كمان لما هعمل الحلية هيعجبكم جدا ودي الجزء اللي في النص اللي هو قلنا عليه بيبقى نازل بدوران على تحت الوسط مش على الوسط بالظبط تحت الوسط كده بتجي شكل جميل جدا ممكن نحط فيه حزام مذهب اللي هو السلسله برضو هيبقى جميل جدا جدا ونربطه من النص او من على الجنب او بيبقى بتوكة تعالوا بقى نشوف مع بعض ازاي هنعمل الحلية احنا وصلنا بعدد الغرز اللي بنعملها بين كل صدفة وصدفة وصلت ل 11 غرزة زي الباترون اللي وريته لحضراتكم فدول 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ممكن حضرتك تطولي عن كده فيبقى 12 13 14 وهكذا وممكن حضرتك تصغري عن كده وتخليها اقل على حسب الطول اللي حضرتك عايزاه هقفل مع حضراتكم بقى السطر اللي هو الاخير في الجزء ده هقفل في تالت سلسله انا كنت باديه فيها وزي ما بعمل في كل سطر همشي بمنزلقه لغايه الفراغ بتاع الصدفه لغايه الفراغ ده دايما انا في كل سطر ببتدي من فراغ الصدفه فبمشي ليها بمنزلقه طيب وصلت انا هنا لفراغ الصدفه بصوا هعمل ايه هرتفع ثلاثه سلسله يمثلوا عمود وهعمل تسعه عمود طبعا انا عملت واحد اهو اللي هو الثلاثه سلسله يبقى فاضل ثمانيه هعمل ثمانيه عمود في الفراغ كده واحد اتنين تلاته عملت كده فسطونه من تسع اعمده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه في اول عمود بقى من الحداشر هنشوف التقسيمة ازاي في اول عمود هعمل غرزة حشو وبعدين هسيب عمود وفي الثالث هرجع اعمل فستونة تاني من تسعه في ثالث عمود يعني سبت عمود واحد بس واحد اثنين، ثلاثة، عملت الصدفة الثانية أو الفستونة الثانية برضو من تسعة. هعمل إيه بعد كده؟ هسيب العمود اللي جنب الصدفة والغرزة اللي بعدها اثنين وفي الثالثة هعمل غرزة حشو. يبقى أنا وصلت لنص الجزء ده. لنص الاعمده يبقى اول عمود اشتغلت فيه غرزه حشو سبت عمود واشتغلت فيه الصدفه وبعدين سبت عمودين واشتغلت غرزه حشو زي ما سبت عمودين هسيب عمودين الناحيه اللي جنبها على طول واحد اتنين وفي الثالثه هعمل صدفه تاني او فسطونه تاني من تسع اعمده كده اتنين تلاته بعد ما خلصت الفستونة هسيب غرزة واحدة وفي آخر غرزة هعمل غرزة حشو وبعدين اتنقل للصدفة واعمل جوه الفراغ تسعة عمود واحد اتنين تلاتة يبقى انا عملت من الصدفة للصدفة الجزء ده هو اللي هكرره تاني من الصدفة للصدفة عملت ايه جوه الصدفة عملت تسع عمود نيجي بقى للحداشر غرزة عمود اللي هي دي الحداشر غرزة هنعمل فيها ايه رقم واحد هعمل فيها غرزة حشو اسيب غرزة ورقم ثلاثة هعمل فيها تسعة عمود هسيب رقم أربعة وخمسة وفي رقم ستة هعمل غرزة حشو. أسيب سبعة وتمانية وفي تسعة هعمل تسعة عمود أسيب عشرة وفي حداشر هعمل غرزة حشو. شايفين التقسيمة؟ قرر دولة على مدار الشغل كله أو الديل كله وطبعا مع حضراتكم برضو الباترون لو حبيتوا ترجعوا مرة تانية. وكده حبايبي خلصت السطر بتاع الفستونات فاضل لنا سطر واحد للحلية وتخلص تعالوا نشوف مع بعض هنقفل السطر وهنبتدي السطر الجديد انا اخر غرزه هنا عملتها اللي هي غرزه الحشو في آخر عمود اللي هو رقم 11 وفي السلسله رقم ثلاثة هبتدي اقفل بغرزه منزلقه في العمود الاولاني هبتدي اعمل ثلاثة سلسله يمثلوا اول عمود وبعدين هعمل سلسله تمثل فراغ وبعدين هدخل في العمود الثاني الغرزة التانية على طول، وأعمل عمود، سلسلة، والغرزة اللي بعدها عمود، سلسلة، وهعمل كده على التسعة عمود، بنفس الطريقة دي هشتغل على التسعة عمود، سلسلة وعمود. سهلة قوي هكمل التسعة بنفس الطريقة دي بعد ما خلصت التسعة غرزة عمود وبين كل عمود وعمود سلسلة تاسع واحد مش هعمل عنده سلسلة وهنقل التسعة اللي بعدهم على طول من غير ما انقل بسلسلة هبتدي بقى اعمل سلسلة وأدخل في العمود اللي بعده، وأعمل عمود وسلسلة، وعمود وسلسلة، وهكذا، يبقى أنا هنقل من وحدة لوحدة أو من مروحة لمروحة. مش هعمل بينهم سلسله، لكن السلسله بتتعمل بين اعمده المروحه لوحده، هكمل السطر كله. حبايبي وده شكل الفستان بعد ما خلص، اتمنى يكون عجبكم واتمنى تكون الطريقه بالنسبه لكم سهله، ميرسي خالص حبايبي لاشتراكاتكم في قناتي ودعمكم ليا وكل كلمه حلوه بتقولوها لي على راسي من فوق، بحبكم كلكم ثانك يو، باي باي.